أنا مرحبا يا أصدقائي من جديد. فقرة الأبراج، شفت تعليقات كثير، الكل عم بيستنى فقرة الأبراج. هينا إجينا، شو بدكم؟ يلا احكوا لي، شو هو الدعاء اللي ممكن نردده لحتى نكون إحنا مرتاحين؟ هلا أنا خصصت دعاء لكل شخص، مش بس لكل برج، لكل شخص. أحيانا ممكن إذا إجتك رسالة من الغريب إنك ترتاح، إنه حد أنا ما أنت ما بتعرفني، سوى إنك على التلفزيون، لما تيجي رسالة مني يمكن أنت تستوعبها أكثر وترتاح، أو يكون وقعها على قلبك أسرع من أي حدا من اللي حواليك. إن شاء الله يا رب كلاتها محس بالراحة. خلينا نبلش مع برج الحمل. اللي بدي أحكي لك يا إنه بآخر فترة إنجازاتك جميلة جدا، وأوضاعك رح ترتاح أكثر. لا تيأس، كل ما تتأخر كل ما ربنا رح يبعث لك إشي أحلى، بس أنت ردد معي يا رزاق يا رزاق، ورب العالمين رح يعطيك اللي بدك إياه، صدقني سواء أنثى أو ذكر عم بخاطب. نشوف برج التور. برج التور لا تقلق، الإشي اللي أنت عم تستناه هي بطريقه لإلك. على فكرة أنا ما عم بحكي عن توقعات، أنا عم بحكي عن إشي لحتى ترتاح، بس الإشي اللي أنت عم تستناه هي بطريقه لإلك، بس بدها شوية صبر. ربنا رح يعوضك عن صبرك، بس أنت ردد يا مجيب. تخيلوا تحكوا يا مجيب وأنت عندك ثقة برب العالمين أنه ربنا رح يستجيب. يا مجيب باسمه. الجوزاء، بالسنة هاي رح تبكي بكاء شديد من الفرحة والسعادة بإذن ربنا طبعا، بس انت ردد يا وهاب لحتى ربنا يوهبك هاي السعادة أو يوهبك هاي السعادة. ما تكفوا عن الدعاء، الدعاء بغير الأقدار وبغير المكتوب وبغير كل إشي صدقوني. السرطان، أمورك المالية والعاطفية في تحسن، والخير جاييك جاييك، بس أنت يا سرطان ردد يا ودود، اتودد لرب العالمين. هو الوحيد رب العالمين اللي بيستاهل إحنا نتودد له بإشي إحنا محتاجينه. ردد يا ودود ويا ربي ما تحوجني لحدا، هاي أفضل دعوة. الأسد، لا تتسرع، رح تنول الصبر اللي صبرته، بس شوي بلاش نتسرع، بلاش نتهور، خلينا نتمهل شوي ونردد مع بعض ونحكي يا عزيز. ربنا رح يعزك أكثر ما أنت معزوز، رح يعزك بكتير أشياء، بس نخفف تهور، نخفف تسرع، نخفف إن نحكم على الأشياء ونحكي يا عزيز. نشوف العذراء، رح تنفرج عليك وربنا رح يفتح عليك من كل النواحي ومن كل البواب، بس انت ردد يا مفرج الهم. رب العالمين بس اللي بفرج لك همك. شو ما كانت شدت عليك هاي الحلقة، شو ما شدت عليك صدقني الفرج رح يكون قريب، حتى لو أحكمت عليك رح يكون فرج قريب. ردد يا مفرج الهم. الميزان، رح يتغير حالك من حال لحال أفضل بإذن رب العالمين، بس أنت ردد يا قادر، لأنه رب العالمين بس اللي قادر أنه يغير حالنا من حال لحال. العقرب، الله وحده بس اللي بيعلم شو فيه جوا قلبك، أمورك رح تتصاعد للإيجابية، بس أنت ردد يا حي يا قيوم، رب العالمين رح يكون معك الحي القيوم. القوس، راحة البال والحب والمال، مستقبلك رح يكون كتير حلو، بس انت ردد يا القدوس، قدس رب العالمين على قد ما بتقدر يا قوس. الجدي، لا تستصعب الأمور وتحس انه خلص وقفت حياتي وما رح تزبط معي الشغلة اللي عم بركض وراها، لا رح يكون في إشي كتير حلو، واركض ورا طموحك العالي وردد يا جبار، الوحيد اللي بيقدر يجبر خواطرنا ويجبر الأشياء اللي بحياتنا اللي انكسرت. الدلو، بالصبر والعمل
رح تاخد كل إشي بتتمنى بس بإذن رب العالمين، رح توصل لكل إشي أنت بدك إياه. بس ردد يا غفار ونادي. وأخيرا الحوت، سيكون لك بإذن الله فرح ما عمرك شفته قبل هيك، رح يحكي عنه الكل على قد ما رح تفرح فيه هذا الفرح. والحظ إلك جاي جاي، بس أنت ردد يا لطيف، هو اللطيف فيك يا حوت. كلمات كتير مريحة بتريح قلبنا، دعوات احنا عم ندعي بأسماء الله الحسنى. فتخيلوا حدا عم بدعي ربنا بأسماءه الجميلة، كيف بدي كيف ربنا ما رح يعطينا اللي بدنا اياه وقتها؟ ربنا هو الاشي الوحيد اللي تدعيه مرة ومرتين وثلاثة، وبسمع قصتك مرة ومرتين وثلاثة، وشكوتك مليون مرة بسمعها وما بزهق ولا بمل، بالعكس بيصير بده يعطيك أكتر ويحللك الإشي اللي عم تشكي منه. بس أنتو كثفوا من الدعاء، ربنا الوحيد اللي ما بزهق من شكوتك، ودائما أدي يا رب ما تحوجني غير إلك، ما تحوجني ولا أي حدا من عبادك. بهيك ما نكون خلصنا فقرة الأبراج اليوم، خفيفة ولطيفة، حسيني رايقة اليوم صح؟ شكرا فقرات الجاي لك يا أصدقاء. شكرا لكم. لا زي ما حكيتي احنا بنحب تكوني اطول، يعني تحكي لنا اشياء اكثر عن الابراج، ولكن يعني عشان تستقولي احنا دائما مشتاقين لك، حتى بوجودك بنشتاق لك. حبيبتي شكرا يا ايناس. كل الشكر لك الاء. شكرا كثير، ودائما بتمنى لك وبندعي لك رب انه الله يعطيك الصحه والعافيه ويهدي بالك ويعطيكي من نعيمه باذن الله يا رب. لكم كلكم ان شاء الله يعطيكم العافيه.